نصيحتي لكم جميعا وأقصد الطلبة في هذا المجال، هذا العلم من العلوم المتطورة السريعة، تأهيلكم الجامعي ممتاز ويهيئكم إلى قاعدة علمية صلبة تبدأ فيها بداية حياتك العملية. نصيحتي لكم ولكلكم أبنائي أن تشتغلوا على أنفسكم وتتعبوا على الدورات وعلى التدريب وأن تنطلقوا في هذا المجال. أمنياتي لهذا اللقاء اليوم بكل التوفيق، وإن شاء الله يكون ذو فائدة، وأرجو من أبناء الطلبة أيضا يستفيدوا من خبرة الأساتذة الكبار اللي اليوم موجودين معنا في هذا المجال، وإن شاء الله أنتم أيضا كطلاب في المستقبل تكونوا أساتذة ذو شأن في هذا الشأن. أكرر الترحيب باسم عميد كلية الهندسة بكم جميعا وبالضيوف الأكاديميين والإخوان، أعتقد في عنا من هيئة تنظيم القطاع الاتصالات وكافة القطاعات الخاصة الأخرى الموجودة. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قانون ما بتدرس بالهندسة، لما أنا درست هندسة زمان، اللي هو اسمه قانون ميرفي. طبعا أنا بتوجه للشباب الجدال، أحسن طريقة إنك تتعلم اللي هو الفشل يا أخوان. قانون ميرفي بيقول if anything can go wrong it will. أنا بخلال خدمتي الطويلة هاي كنت عايشه وبتحس بهدوء إنه أوكي أول مرة سويت السيستم ما زبط، لأنه ميرفيز لو. طبعا ميرفي هو مهندس أمريكي بالحرب العالمية الثانية كان سلاح الجو الأمريكي، وحكى هاي الستيتمنت وهي قريبة جدا من الصحيح. فلا تتوقع انه اذا بنيت دائرة انه فورا تزبط الدائرة، او اذا بنيت سيستم انه فورا راح تمشي بخطوات، بس اذا كان عندك ثقة بنفسك بتلاقي انه الخطوات هاي كل مرة اذا ثابرت ومشيت راح تصل. زي ما تفضل زميلنا الدكتور حكى، احنا في زمن الالكترونيات والاتصالات وزمن ذهبي، بهالزمانات كان زمن الميكانيك، الآن حتى السيارات صارت تجادلك تناقشك، وفي الآن سيارات اللي بتمشي لحالها. المجال يا أخوان بتوجه لزملائي الطلاب أو المهندسين الجدد، الوقت الآن هو الوقت الحاسم لريادة الأعمال، وما في داعي أن نخترع إحنا سيارة تطلع على المريخ تمشي على المريخ حتى نكون سوينا إشي. لازم تفكروا بالجانب التجاري بالموضوع، هل الناس بتحتاج لهذا الحكي ولا لا؟ يعني بتمنى لكم التوفيق، وأنا عندي ثقة من اللي قابلته من المهندسين الأردنيين خلال فترة عملي الطويلة، إنه إحنا كأردن بشكل خاص والدول العربية بشكل عام عنا الإمكانية للتفوق. كل اللي بيلزم منكم المثابرة وبذل الجهد، بدون جهد ما بيكفي. شكرا لحسن استماعكم، يعطيكم العافية. الرسالة أو الهدف اللي احنا أسسنا عليها ماي كوميونيكيشن كانت في البداية مع مهندس إبراهيم، كنا ندرب مهندسين حول العالم، دربنا ما يزيد 650 والآن الملتحقين بالدورات 250 مهندس من الأردن أقل عدد. كنا نواجه مشكلة بالنسبة للمهندسين الأردنيين، مهندسين أردنيين قويين بأمانة، أنتوا الكل عندكم قوة في مجال theoretical، لكن كنا بأمانة المهندسين اللي من باكستان من الهند من مصر حتى قويين براكتيكال. فإن شاء الله نسعينا أن نهدم هاي الفجوة، أن المهندس الأردني نحاول نعمل أبسكيلينج للمهندس الأردني في مجال البراكتيكال. خلال الثلاث أيام الماضية، هذا اليوم إحنا تعبيننا ثلاث أيام شغالين مع المهندسين كلهم، زرنا موقع اللي زار موقع في شارع الأردن، تور في شارع الأردن، كان في عنا RF installation بمرج الحمام. فخلال الثلاث أيام دربنا تقريبا 250 مهندس لأول مرة بيلمسوا بشكل عملي، لأول مرة المهندسين الأردنيين أو طلاب السنة الرابعة أو السنة الخامسة لأول مرة بيطلعوا على طلاب.
تمام، هو في ريسورسز، في الريسورسز يعني عدد اليوزر موجود في الدي يو، سوري الدي يو ديستريبيوشن ريت. تمام، فانا فعليا في السايت في عندي 100 يوزر، ولو عندي 10 سايتات كم يوزر حيكون عندي توتالي؟ ها 1000. حلو ممتاز. طيب انا لو كنت في عندي 100 يوزر هون و100 يوزر هون و100 يوزر هون و100 يوزر هون، تمام، ولو فرضنا انه انا في عندي على سبيل المثال ايفنت هون وكل اليوزر قاعدين يتحركوا على هذا السايت، تمام، فهذا السايت حيخدم فقط 100 شخص وبقيه الاشخاص 900 اوت اوف كفرج برا، تمام. قال لك طيب انا ايش بساوي؟ باخذ الريسورسز البيس باند يونت اليو بي بي، تمام، اليو بي بي كارد اللي حكينا عنه بيطلع منه السكاتر، تمام، باخذ كل الريسورسز بجمعها في المنطقه في اللوكال وخليها كلها ادمجها مع بعض في طريقه معينه، بينما في الاوبتيكال انا عندي ويف لينكس مختلفه بدمجهم بعمل امبليفيكيشن وبرسلهم. مين بيروح ابعد، الالكتريكال ولا الاوبتيكال؟ اوبتيكال لاير، تمام. فهاي الالكتريكال لاير الستيج الاول، تمام، هاي اللي شايفينها هي الالكتريكال لاير، عمليه الدمج، تمام، ما بين different bits 2 multiply by 100 multiply by 10G دمجتهم، تمام، بالالكتريكال لاير، وبعدين بدي ارسلهم عن طريق الاوبتيكال لاير. الاوبتيكال لاير زي ما انتم شايفين في امبليفايرز، تمام، فانا بهاي الطريقه قدرت اروح مسافات جدا بعيد، تمام. اوبتيكال اتفق يا شباب، الاوبتيكال لاير من اهم التخصصات اللي فيها نيدز بخوف في السوق، سواء كان السوق الاردني او السوق الخليجي، وما حد يجي يقول لي اف تي تي اكس. اوكي، الـ FTTX هي فقط واجهة الأوبتيكال ترانسميشن، تمام، يعني كل الـ FTTX كل بيوتها بتنشبك على شيء اسمه OLT، والـ OLT ممكن ينشبك على جهاز واحد لـ DWDM Network للـ Optical Transmission، تمام. يعني تخيل انت عندك ميني OLTs كثير مشبوك على 1 OSN، والـ OSN هذا مشبوك على OSN كثيرة، وبربط الأردن كلها مع بعض عن طريق الـ Very Huge Throughput، بربطها خارج الأردن، تمام، على كل البلدان. فرنسا يعني اغلب اللينكات اللي بتجي على الاردن تروح على فرنسا، اللي اروح على فرنسا لازم امر عن طريق الاردن، خصوصا كانوا مثلا الكويت الامارات قطر، تمام. فانا عندي هيوج ثروبوت هيوج نتورك هيوج لينكس. طيب نيجي على الميكرويف، انا حتكلم بشكل سريع، خلاص طولت عليكم كثير، طولت عليكم، ها طولت عليكم، مستمتعين ولا لا؟ اه خلاص، طيب حاضر، يلا خلص هاي النقطه وخلاص. اوكي، بدكم كمان ولا خلاص؟ كمان شباب اللي بده نكمل يرفع ايده. طيب نزل ايدك، واللي ما بده اياني اكمل يرفع ايده. وقت شو دخل وقت معي ولا معاهم يا زلمه؟ لا اله الا الله. طيب اوكي يلا، في المايكرويف بسرعه، بحث ما حتاخر ان شاء الله عشان ايش نتكمل. انا لو معايا يمكن اربع ساعات المد، ما عندي مشكله، الشباب بيعرفوني كل شيء بيسووا لي زي هيك. طيب اوكي، في الميكرويف في شيء اسمه سوبر دول باند. اوكي، ايش هو السوبر دول باند؟ السوبر دول باند فكرته انه يعني يكون في عندي دو ديفرنت فريكوانسي، تمام، واحط الداتا على تو ديفرنت فريكوانسي في نفس الوقت وارسلها مسافات بعيده. طيب هاي في الوايرلس بسموها كارير اجريجيشن. انا في الكارير اجريجيشن باخذ واحد كارير من هون واحد كارير من هون وبدمجهم، بصير عندي هاي ثروبوت وبرسلها. لكن السوبر دول باند في الميكرويف، راح نتكلم على مايكرويف لينك. مايكرويف لينك عندي نقطة ألف نقطة باء، بدي أرسل بينهم داتا، فهاي الداتا لما أجي أرسلها، تمام، محتاج سرعات معينة. طيب إيش هو السوبر دول باند؟ قبل السوبر دول باند، معلش بدي أرجع معكم شوية، أنا عندي ترددات الفايف المايكرويف تبدأ من 6 جيجا هيرتز إلى أحدث إشي اللي هو الإي باند 86 جيجا هيرتز، تمام؟ الإي باند فعليا الإي باند زي الليزر، تمام، فعليا تردد جدا عالي. الترددات العالية لما تيجي تشوف البيم تبع الإي باند زي الليزر، يعني تضغط على ليزر، فعليا المسافة جدا قصيرة، يعني تردد جدا عالي وما بقدر أروح مسافات بعيدة، تمام. لكن ميزته ثروبوت جدا عالي، أنا بقدر أنقل على الإي باند 20 جيجا بت بير سكند، تمام، بينما لما أروح على اللو فريكونسي ال 11 وال 10 فانا ثروبت تبعت جدا قليل، 100 150 ميجا بت بير سكند، تمام؟ قال لك طيب انا فعليا ال 5G سوري الاي باند بحتاجه اكثر شيء لل 5G، تمام؟ فانا
لو بدي استخدم الاي باند فانا كل 500 متر او كل 1 كيلو او كل 10 كيلو انا محتاج اي باند. فانا لو بدي اروح 10 كيلو محتاج اي باند اي باند اي باند ثلاثه اي باند، والاي باند غالي والديفايس تبعته غالي. قال لك طيب احنا ممكن ايش نساوي؟ ممكن ندمج ما بين اللو فريكوانسي والهاي فريكوانسي. طبعا هي تنظيم قطاع الاتصالات هي مسؤوله عن تنظيم الترددات في الميكروويف في البلد، تمام؟ فهم عندهم بيقوموا التنظيف بالمسح الميداني على الترددات والفريكوانسي، صح باشمهندس؟ هاي فهي تنظيم قطاع الاتصالات مش زي الوايرلس كل واحد بيشتري الباند تبعه وخلاص اله، لا في الميكروويف ممنوع انك ترجع لتنظيم قطاع الاتصالات عشان تستاجر او تكون حاجز الفريكوانسي هذا. فبرجع لهي تنظيم قطاع الاتصالات بقول لهم احنا محتاجين هاي فريكوانسي ولو فريكوانسي. طب ليش محتاجين الاثنين؟ علشان اللو فريكوانسي بروح مسافات ابعد والهاي فريكوانسي بروح مسافات اقل. فانا شو بساوي؟ بعمل سوبر دول باند بدمج بينهم بحيث انه احط بعض الداتا المهمه جدا على اللو فريكوانسي وبعض الداتا الكبيره على الهاي فريكوانسي، وازيد منطقه التغطيه او ازيد المسافه للاي باند من 4 او 7 كيلو الى 10 13 كيلو. هي السوبر دول باند، وهي ذكاء المهندسين في انهم يقوموا بعمليه ميرج ما بين تو ديفرنت ثينجز عشان يحصلوا على الماكسيمم ادفانتجز او ماكسيمم افشنسي من النتورك. تمام، اللي مش فاهم كلامي مش مشكله عادي، لكن ان شاء الله هتفهموا اذا درست الميكروويف. بيتدرب 50 ساعة عملية، 60 ساعة، 70 ساعة، بيزور سايتات معينة، وحتى البرنامج التدريبي لازم يكون مصمم انه اليوم الطالب هذا درس مايكروويف. طيب اليوم انا بدي اطلع عندي بروجكت مايكروويف، بدي اطلعه اليوم على السايت هذا على السايت هذا على السايت هذا. ثلاث اربع ايام بترسخ المعلومة. يمكن حكى المهندس في البريك، احد مهندسين الهيئة، قال في تجربة ظلت راسخة في ذهننا لأن سويناها في المختبر زمان وإحنا صغار، تبعت الإشي الكيميكال اللي ظل على الرد. يعني إحنا وظيفتنا في كوماتيك، خلينا نحكي، إن نمسك الطالب هذا اللي أخذ الكورس النظري والكورس التدريبي التطبيقي اللي أسميه، ونطلعه على السايت حتى يربط بين ثلاث شغلات، بين الأشياء اللي درسها بالجامعة وتعلمها اللي هي الجانب النظري والثيوري والأكاديمي والمهم، وبين الكورس اللي تعلمه في ماي كوميونيكيشن او في خلينا نحكي في اللاب خلينا نسميها، وبين السايت. فهيك بنقصر المهمه عليه. الشراكه الاستراتيجيه مع ماي كوميونيكيشن هي خطوه جديده لتقديم خدمه جديده في مجال التدريب النظري والعملي. احنا بصراحه يعني كان يقتصر موضوع التدريب زمان عندنا في الشركة كشركة كوماتيك انه كانت نقابة المهندسين في عندها برنامج تدريبي من خلال انها تبعت مهندس يدرب عندنا بقصد التشغيل لمدة 6 أشهر، وبعدين يعني حسب المشروع انه اذا ابدأ يعني انه السكيلز عنده كويسة، مهاراته كويسة، انه يكمل معنا في الجانب العملي. فاللي بدي احكيه نقطة مهمة انه وجود ماي كوميونيكيشن صراحة هي عبارة عن بول اوف ريسورسز، داتا بيز كبيرة إلنا وللشركات كلها اللي تشتغل في الاتصالات. يعني احنا زي ما حكى المهندس القرآن بندور مرات على مهندس، تخيل يعني بندور على مهندس اتصالات. هلا تيجي تحكي وال ما هو مليون جامعة بتدرس ومليون تخصص ومهندسين كتير. هلا احنا ما بنقلل من أهميته، والمهندسين هدول بالعكس ناس كويسة ودرست وعارفة، بس بدنا البروجكت ما راح يتحملنا ندرب، الليرنينج كيرف هذا بدنا نختصره. يعني بدنا المهندس جاي محمل بمعلوماته الاكاديميه المهمه ضروريه، بيعرف يحل ماكسويل وبيعرف الكتروماجنتيك وبيعرف سيركت وبيعرف الكترونكس وبيعرف كل هاي الاشياء، بس بدنا اياه كمان بيعرف جوانب تطبيقيه لانه المشروع ما راح يستنى، يعني ما راح يستنى نعلم. فهي هاي الفكره المهمه اللي احنا بنحاول ان شاء الله ان نشتغل عليها. تصميم البرامج التدريبيه مهندس انس راح تكون متوافقه، يعني لطلاب السنه الرابعه لحال، لطلاب السنه الخامسه لحال، للخريجين الجداد لحال. يعني انت في النهايه بتختار البرنامج التدريبي اللي بتوافق معك، وممكن تتخصص. يعني انا بضرب مثال بجوز حكيته كمان فوق، في مهندس عندنا كان خبرته سنتين، يعني مش نحكي انه والله خبره 10 سنين و15 سنه وانه اندسبنسبل،
صارت شركات الاوبريترز اللي بيشتغل معها تتنافس على هذا المهندس، انه هذا المهندس بدنا اياه، هذا المهندس بدنا اياه، هذا المهندس بدنا اياه. هو في النهايه اخذ فرصه فقط مش اكثر، يعني هو في النهايه اخذ فرصه واتقن مهاره معينه، صار سبيشالست في شيء معين. يعني انت بجوز تحكي طب انا بدي اتعلم كل هاي الاشياء، مش شرط تتعلمها كلها، بجوز تتعلم شغله معينه، تصير انت في الميكروويف مهندس مبدع وشاطر، ولما تطلع على سايت يا مهندس هشام هذا المهندس بيرجعش الا اللينك معه شغال. فيعني ممكن انت كمان كمهندس تتخصص في المجال هذا. يمكن الفقره اللي بعدين راح تورجيكم اشياء كويسه من الشباب اللي حكوا لي كانوا بالسايتات. بصراحه الشغف اللي حكينا عنه مع شباب هيئه الاتصالات انا مبسوط كثير، وطلعت على السايت شفت الشباب قديش كانوا مبسوطين انهم شافوا، يعني شافوا السايت لايف، شافوا الانتنة اللي كانوا يدرسوها، شافوا المايكروويف، شافوا الاشياء هاي. هاي الاشياء انا بتذكر حالي لما كنت سايت انجينير اول مره طلعت على السايت، يعني كان بالنسبه لي اني يعني رايح اشي كثير حلو. يعني انا مجرد اشوف الكابينتس والالارمز والدنيا كيف بتشتغل والشغلات هاي كلها تنشرح قدامي مره واحده مرتين ثلاث مرات للمهندس اللي بده يشتغل على حاله. خلص انا مش شرط يركب 200 سايت عشان هو يصير اكسبرت في الشغله هاي، لانه هذا اللي بيفرق. يعني الشخص اللي بده يتعب على حاله يشتغل على حاله في الموضوع هذا. حكينا كمان في موضوع انشاء مركز تدريبي بالتعاون مع الجامعات او حتى احنا ماي كوميونيكيشن. وانا بحكي عن تجربه شخصيه، انا تدربت في مصر على هواوي اكويبمنت، فبعد الجانب النظري اللي احنا درسناه لابد بجوز 4 أسابيع كان في لابوراتوري، يعني مختبر زي المختبرات اللي بتروحوا عليها بالجامعة، بس مختبر تطبيقي كل الإكويبمنت بالبراند نيم بالأشياء اللي شفتوها بالسايتات لما طلعتوا يا شباب وصبايا موجودة هناك. فأنت عندك بايلوت بروجكت بنتقل فيك بالسيجنال من لما تطلع من التليفون لما توصل الـNMS ولما توصل الكور نتورك وكيف ترجع. فأنت مجرد ما تعمل الكونكشنز هذا بايدك وتشوف السايت عملي، فاعتقد يعني هاي ذا بيست يعني ثينك انه المعلومه ترسخ في ذهن الطلاب. بقتبس كمان المهندس عصام، بصراحه اعطانا دفعه معنويه عاليه حتى لنا كشركات، انه فعليا احنا بجوز صابنا بعض الركود والاحباط، مهندس الاتصالات لا ساتوريتد خلص، لا ما فيش مجال، مش راح نشتغل، مش راح. حتى احنا كشركات بالعكس المستقبل الاتصالات اي شيء يعني لقدام بعد ال 5G والاي او تي الاشياء هاي كلها هاو تو كوميونيكيت مع بعض بدها تنشغل عن طريق مهندسين اتصالات عندهم الخبره النظريه والاكاديميه اللي تعلموها من دكاترتنا الكبار في الجامعات، وعندهم الخبره كمان العمليه والتطبيقيه. بديش اطول كثير، ما ضل عندي نقاط تانية أحكيها إلا إنه يعني هي الفكرة إنه يكون سوق العمل يعني متوافق مع هالمهارات والترمينولوجي اللي موجودة. بشكركم كمان مرة، بشكر جامعة عمل هي استضافتها لنا، والله يعطيك العافية. إذا حدا بده يسألني أنا جاهز. ما عندنا وقت، مش إنه ما بنرغب، بالعكس والله بكون أحب ما عقل إنه نجيب ناس وندربهم، بس ما في وقت. يعني أنا بدي مهندسين عشان يشتغلوا، إذا ما اشتغلوا صير علينا غرامات ندوه، بدك تنجز صح؟ فما عندنا وقت اللي نجيب مهندسين وندربهم. فأنا راح أعطي أولوية للمهندس اللي كان متدرب وتعبان على حاله. وكثير من الأحيان كنت برضو بحكي كثير أنا والدكتور بعض يعني خلينا نحكي رواتب ما لها سكيل. يعني ممكن الرواتب تعلى بطريقة كبيرة جدا إذا كانت هاي الـ أيوة العرض والطلب 100%. يعني بعض التخصصات كنت برضو بحكي مع المهندسين من TRC وإحنا بالبريك، بعض التخصصات جزء بعيد شوي عن التليكوم، لكن الآن ما يعني ما عاد في كثير خلينا نحكي جاب ما بين التخصصات المختلفة. بعض التخصصات اللي إحنا بحاجتها اليوم في الأردن بدور على مهندس من 4 شهور. بحكي لهم اذا بحكي هاي القصه كل ما قلت معقول، طبعا عندنا يعني عندنا بطاله وعندنا وفره بالخريجين، بس الشخص اللي بحكي له تعال احكي لي عن كونسبت زي الكلاود سيكيورتي او الاي او تي سيكيورتي او بدي اعمل يوز كيس مثلا الاي او تي، كل الاردن ما فيه.
فعادي جدا انه نروح نستورد واحد هندي ونجيبه على حسابنا على الاردن عشان يشتغل معنا. هل هذا بصير؟ نعم قاعد بصير اليوم. فعدد الخريجين الكبير جدا والنولج الموجود، واصير احكي والله عندي 40 او 62 الف مهندس من ضمنهم 40 اللي عاطلين عن عمل، بقول له راح يضلوا عاطلين، مش قصد مش المقصود، بس خلينا ليتس يعني نقول فيس ذا فاكت، هذا واقع. يضل عندي 30 الف جالسين في بيوتهم قاعدين على البكالوريوس، هذا هذا خيارهم. يطلع منهم 4 5 6 يتعبوا على حالهم باي تخصص، بتصير بالحرف تتدلل بين الشركات، يعني بتصير كل الشركات تتنافس عليكم. فيمكن هاي تكون انا بحكي لكم اياها من تجربه عمليه، تجربه عمليه. اليوم في عندنا تقريبا 4 أو 5 جوبز فاتحه في الاردن، مش قادرين يعني توفلت، مش قادرين نجيب ناس عليها. ليش؟ مره ثانيه لانه الثيوري كومون نولج صارت عندكم كلكم، موجود عنده عند الجميع. التقدم التكنولوجي اللي قاعد بصير، مثلا تفضل في مهندس ابراهيم بال5G بالIoT بالاندستريال IoT، اليوم صار موجود في الاردن. هلا بحكي لكم عن بعض المشاريع ما في حد يطبقه، احكي لكم عن بعض المشاريع. مهندس حكيت عن IoT، اليوم في فند ابروفد اوريدي، احنا كنا بالسوق فبنعرف، من جهه من امانه عمان بدهم يعملوا سمارت لايتنج سوليوشن، يعني كل الاضوية الموجودة بدل ما يتحكموا فيها بالبي ال سيز راح يصيروا يتحكموا فيها عن طريق الان 4G 3G وبالفيوتشر بال5G. البلان لل5G يصيروا حتى يزرعوا لايف، بما انه برضه مهندس ابراهيم لما حكى لكم عن شو مميزات ال5G راح يصير تقدر تنقل كمية اكبر جدا من المعلومات وفي فيري لو ليتنسي. زي شو؟ فيديو. تخيل انك تقدر تراقب اماكن اشارات ضوئيه، المانهولز، المنتزهات، اي منطقه بدك تراقبها في عمان تقدر الان تراقبها بدون ما تحط انفراستراكشر، مش بحاجه تحط كوابل، بس حط انتنة اتصالات 5G بنقول لك كل هاي المعلومات، لو ليتنسي اند لايف ات ذا سيم تايم. يعني مثلا بكره بصير حادث سير لا سمح الله عند بين سيارتين، بصير تنقل المعلومات مباشره لدائره السير ويعرف الحق على مين ويعمل لك الكروك وهو بعيد. هذا فيوتشر قريب وجاي. اليوم أمانة عمان شغالة على مشروع سمارت سيتي، اليوم جزء منه سمارت مانهولز، المانهولز اللي بتفيض بالمي صح؟ في طريقة تحط عليها سنسور، طب سنسور كيف بده يحكي مع الكوماند كنترول سنتر؟ 5G 4G اتصالات. فلما بتحكي سمارت سيتيز هاي واحدة من جوانب سمارت سيتيز، بصير الانفراستراكشر تاعت البلدية أو تاعت أمانة عمان زي المانهولز اللي هو المنهول تبع المي، بصير يحكي مع الكوماند اند كنترول سنتر مع القياده والسيطره في امانه عمان ويحكي الان ارتفاع المي وصل عندي للثلث، معناها في احتمال انه في عندي بلوكج في مكان معين، تعالوا افتحوا المانهول اللي قبل والبعد واشتغلوا واعملوا تصريف للمي. السمارت لايتنج الار اف بي اللي هو الريكوست فور بروبوزل او المشروع نفسه مواصفاته، المواصفات نزلت جاهزه، راح يصير التحكم بالاضاءه اوتوماتيكلي حسب المنطقه. أعطيكم مثال بسيط، العمود عليه سنسور، السنسور بصير يشوف في سيارات في حركة ولحاله يخفض الضوء من 100% ل70% ل30 ل20 ل0 أو طفيه، بشوفه سيارة مرت والسنسور صار سمارت إنف يعرف إنه اللي قاعد بمر عبارة عن بيت صغير زي البسي مثلا أو إنسان أو سيارة. السنسور وتوزيع الإضاءة بصير تنحط في أماكن بحيث أنه الحدائق العامة نهبط فيها الإضاءة، الشوارع الرئيسية الإضاءة بتضل كاملة، الشوارع الفرعية الإضاءة بصير تنزل فيها شوي شوي، وقت الضباب بصير الإضاءة تزيد، وقت الديلايت لما بصير الشمس كثير ساطعة صح بصير الإضاءة تخف باتجاه المغرب. هاي اسمها سمارت لايتنج. أنا يعني بنصحكم إذا حد فيكم حاب يشتغل عليها شوي. السمارت لايتنج ما عادت اليوم عبارة عن إنارة لحالها مثل ما تفضل الدكتور، اليوم هندسة الاتصالات تتداخل في كل التخصصات في كل شيء. ما عاد بالإمكان أني أنقل المعلومة من سمارت بول أو السمارت لايتنج أو السمارت باركينج أو السمارت مانهول، أنقلها وأتخذ فيها قرار إلا عن طريق الاتصالات. الإنيبلر اليوم اللي كل الناس تحكي عنه هو 5G. أنا شوف التفاعل يعني جيد نسبياً مع مهندس إبراهيم، بس معرفتكم اليوم بال5G اليوم هي وظيفتكم لبكرة. ال5G مش تقرأ ثيوري وشو السرعة، بتحفظها بيومين أو بيوم واحد بتخلصها، هي تعرف اللي احنا بنسميها الابليكيشنز أو اليوز كيسز لل5G، بشو ممكن أسخر ال5G بحيث أني أغير بكل معالم اللي منعيشها. اليوم شركات جيبكو، إدكو، آيتكو
تقريبا عندهم مع بعض اكثر من جزء مليونين سمارت ميتر. بعد فتره راح تبطل تشوفوا حدا بيجي على البيت عشان ياخذ القراءه مطلقا. سمارت ميتر، كلمه سمارت اي شيء اسمه سمارت او سنسور معناها هو بيحكي معك، ما بروح انا اقرا العداد، العداد نفسه بيحكي معي ويقول هاي قراءتي وبيبعث لي صوره وبيحكي لي هذا الفولت اللي عندي، عندي خطا صار في العداد وبقتر عليك الحلول. هاي واحدة من سمارت ميترز اليوم شغالين عليها معظم الشركات سواء مياه هنا أو شركات الشركات الكهرباء. طيب نرجع بس لهذا السلايد أورجيكم إياه. إحنا بشركتنا كوسيلة صار عندنا في تخصص اسمه سمارت بيلدينج، على مستوى البيلدينج الوحدة في عندنا صار عندنا فيه سمارت بيلدينج. أعطيكم مثال ثاني، في دبي مشروع إحنا ما دخلنا فيه أو دخلنا فيه بجزء ما أخذناش منه اسمه حصنتك. حصنتك تابع لأبو ظبي، أنا قلت في الإمارات ومش في دبي، تابع لأبو ظبي. الهدف من حصنتك يحطوا مجسات سنسورز حساسات في المباني السكنية سواء كانت أبراج أو فلل، وكل المعلومات عن هاي المباني تيجي على مركز قيادة وسيطرة موجود في مدينة الشيخ محمد وأنا زرته واشتغلت فيه. كان في طبعا كل اليوز كيسز اللي احنا نحكي عنها معي خمس دقائق بس، كل الاشياء بحاول اربط لكم التكنولوجي بالواقع اعطيكم اياه. صارت في اكثر من حوادث حريق والناس بعيده عن بيوتها، فاجت الحكومه طبعا لازم يكون عندها قدره انها تنفق يعني على الموضوع، فراحوا حطوا سنسورز تقدر وتجاوزوا بهذه السنسورز، تجاوزوا يعني الحد تاع انه نكتشف انه في حريق او لا. صار في حتى اذا في سموك، مجرد اذا في دخان طالع من بيت او من فيلا او من عماره، او اذا كان حتى في حدا يعني مثلا داخل على البيت عنوه بطريقه مش طبيعيه، زرعوا زراعه كل الفيلل كل البنايات السكنيه زرعوها بالسنسورز وكلها الان مربوطه على مركز بيانات واحد. بتفوت على مركز البيانات تقريبا الشاشات اللي فيه اكبر من القاعه، مجرد ما يصير في سموك ديتكشن على دخان طالع من بنايه او من شقه بيعطيك اسم الشقه وين هي لمين تابعه، بيحكي مع الاونر اللي موجود او لا، وبيحكي مع الدفاع المدني بيقول روح شيك. هاي سمارت سيتي. مين اللي بيخلي مين الانيبلر لكل هاي القصه؟ هو الاتصالات، صح ولا لا؟ طيب يمكن ما اقدر اعطيكم كثير يعني يوز كيسز، بدي بس احكيكم عن بعض المشاريع اللي اشتغلناها. احنا اشتغلنا على مشاريع لها علاقه بالسمارت بيلدينجز، اشتغلنا يعني على اكثر من 6500 تاور لغايه الان من بعض الاشياء اللي حكينا لكم اياها. مشاريعنا الحمد لله جزء منها في قطر، جزء منها في الامارات، جزء منها في واغلبها في السعوديه. اشتغلنا بالحرم المكي تقريبا الحج كله، كل مشاريع الحج لما بروح الناس كلهم مره واحده بصير بدكم شيء بيسموه بابليك واي فاي او 3 جي اوف لودنج عشان الاتصالات ما تقع، يعني المكالمات ما تقع، بروح بيعطوهم اتصالات عن طريق الواي فاي، الباك هولينج، المايكروويف، كل واحد من هالاشياء اللي بنحكي فيها البوتنشل فيها او الحجم البزنس اللي فيها حجم كبير جدا، بيضل عليك وتختاروا الستريم اللي بناسبكم، اي او تي، 5 جي، مايكروويف، اي بي اس، وتحددوا المسار ان شاء الله اللي ربنا يوفقكم فيه. احنا جاهزين في وسيله، اي حدا حتى عنده استفسار حاب يعرف الكارير باث وين يمشي احنا جاهزين فيه، واذا عندكم سؤال انا جاهز وان شاء الله ما اكون اطلت عليكم. بدي اسال، لا احنا مثلا دائما مثلا قطر او الامارات بتبني مشاريعنا، يعني ما شاء الله انتم كلكم مهندسين، بس إيه مثلا احنا عملنا هذا المشروع بقطر عملنا الامارات، ليش بدنا نوقف؟ طيب سؤال كويس، يعني له جوابين. اول شيء في مشاريع في الاردن، احنا كشركه هون اذا بتسمع مشروع ربط المدارس في 3200 مدرسه، 3200 مدرسه احنا ربطناهم مع بعض كلهم بالمايكرويف بالباك هولينج. لما بيكون في بصمه بكل مدرسه وبحطوا فيديوز بدك تنقل هاي المعلومات، مزبوط؟ المدارس مش كلها وصلها فايبر ولا بتقدر تحطي لها ليست لاين وام بي ال اس من شركات الاتصالات. كيف بدك تنقلي نظام البصمه او نظام التعليمي حتى من مدرسه لمدرسه او من مدارس لمديريات؟ مايكرويف، مزبوط، او بكره 5 جي. فاحنا ربطنا 3200 مدرسه. هذا المشروع ضل معانا كم سنه اشرف؟ من 2015 من 2015 هاي اول فيز، 2020 اول فيز، لا 2015 17 فيز، 18 20 فيز، وهلا والان بنعمل له مانج سيرفيسز. يعني احنا 3200 مدرسه كلهم الكونكتيفيتي موجودين عندنا. فاول شيء انه
في مشاريع في الأردن، هل أعطيتكم أمثلة على السمارت سيتيز وعلى السمارت ميترينج موجودين؟ بأكدك إشي، إنه لما مروا على مياه هنا جيبكو إدكو وبحكوا ما بدنا سمارت ميترينج، بحكي لهم ليش؟ قولوا ما في مهندسين يركبوهم، ما في. تروح زي ما تفضل أحد من الإخوان لما حكى في كرفان بكون في 14 واحد صيني جاي من هواوي أو من شركات السمارت ميترينج عشان هو شغل السمارت ميترينج. الشيء الثاني إنه إحنا من أهل المهندسين أغلبهم أردنيين، شركتنا مع أنها موجودة في قطر وفي عمان لكن بسميها الكيتشن، يعني تدريب المهندسين بصير في الأردن أكثر من تقريباً 95% من الستاف اللي عندنا ستاف أردني من دربه في مكاتب الأردن وبعدين بنتقل للعمل في الخليج. طبيعة العمل والجي دي بي ودول الخليج اللي عندها ميزانيات ضخمة بتخلي إنفاقهم على المشاريع أسرع من الأردن، يعني عنده قدرة في مثلا في أبو ظبي يحط على الإشارات الضوئية سنسورز تقيس الحرارة والغبار والرطوبة وكل شيء، بكلفوا المشروع مثلا 20-30 مليون دولار. في الأردن بقول لك لا خلص، احنا عندنا ستيشنز موجودة بأربع خمس أماكن ويعني بتكفينا، مش راح احط 20 مليون عشان اقيس الحرارة والرطوبة يعني. فإلها دخل برضو بالدخل المحلي للبلد. شكرا جزيلا لكم، شكرا. ها من هون اجت مبدأ السكيرس ريسورسز، محدودية الموارد. هو مورد نادر، إذا بدي أتركه بدون تنظيم بدي أخلي الناس تشتغل عليه عشوائيا، أول شيء راح تشتغل على ترددات بعض، على طرق بعض، يعني ولا واحد راح يقدر يحكي مع الثاني، وثاني شيء راح يخلص، فبالتالي لازم يكون في حدا بنظمه. فعندنا في الهيئة مديريات 4 اللي بيشتغلوا مع على الطيف، 5-6 كلهم معنيين، التفتيش والمراقبة بيراقبوا استخدامه، التفتيش بروحوا بيشوفوا اللي بيستخدموا بطريقة غير مشروعة بمنعوه بالطرق القانونية المسموحة لهم، في شباب الترخيص بيعطوا رخص حتى الاستخدامات هاي، في ناس بيعطوا موافقات على الأجهزة نفسها برضو المديريات إنه الجهاز متوافق معنا مع إحنا اللي كان يحكي عنهم مهندس سالم اللي هي الاتحاد الدولي أعطانا، قالنا أنتوا الريجن هاي بتقدروا تشتغلوا على هاي الترددات، شوفوا الأجهزة متوافقة ولا لا، دائرة قانونية بتساعد في الأمور التشريعية والأمور التنظيمية، دوائر. فكل فالدوائر بتشتغل على scarce resources تبع الترددات، طيف الترددي frequencies spectrum، كلهم هذولا بدوروا بنفس المكان. الشغل الثاني لما نيجي على الأرقام، حكينا عن الأرقام، الأرقام برضو نفس الشيء، 079 ببلشوا من 0000 على فرضية إنه واحد رقم 079 أو 077 أو 078 أصفار أو 06 أصفار ل 99999 مظبوط؟ فهو محدود. وإذا في منكم إحنا سادتنا هون في البداية بتذكروا إحنا اللي قدام كانت الأرقام الخلوي 5 بعدين صارت 6 بعدين صارت 7، ليش؟ بطل يكفي. انت كل جهاز بدك كل كاستمر بدك تعطيه سيم كارد بدك تعطيه رقم، فلما يبطل يكفي بدنا نعطي زياده. فهذا فاي شيء ممكن انه ينضب هذا مورد نادر. حق استخدام الطريق الثالث اللي حكى عنها المهندس، حق استخدام الطريق احنا نعتبره مورد نادر، ليش؟ لانه بتعلق بحياتنا كامله، الطرق اللي احنا ماشيين فيها هاي ما بزبط كل واحد يجي كل يوم يحفر فيها ويشتغل بطريقه عشوائيه، فلازم حدا ينظمه. اللي بده يشتغل بالاتصالات لازم يترخص حتى يقدر يحفر هاي الطريق ويشتغل فيها. السبب للتنظيم بالاساس لما سميناه مورد نادر لانه له علاقه بالاقتصاد. المورد النادر دائما علاقته الاقتصاديه مع الدوله علاقه وثيقه جدا. بنسمع بالبترول، ما في حدا بيعطي البترول ببلاش، صح؟ البترول مورد نادر بدول الخليج لانه راح يخلص، او بالدول المصدره للبترول. القطن برضو كمان هذا بيعتبروه موارد نادرة عند الدول اللي بتزرعه. المياه موارد نادرة. كل الأشياء اللي لها أثر اقتصادي أو أثر حياتي وأثر اقتصادي هي موارد نادرة يجب إدارتها والحفاظ عليها. فمشان هيك المؤسسات اللي مثل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بتعنى بالموارد النادرة الخاصة في الاتصالات. لا مش بس في ناس بتديرهم مثل ما حكينا، ناس برخصهم، ناس براقبهم، ناس بفتش عليهم، في ناس برضو كمان زي ما حكى المهندس بحمي المصالح الناس اللي لها علاقة فيهم، اللي هم اللي بيشغلوهم و
الناس اللي هم الجمهور اللي بيستخدم الخدمات اللي جاي من الاتصالات. الخدمة اللي بتقدمها، الخدمة اللي بتشوفها برضو هاي منظمة بطريقة معينة احنا بنسميها ترخيص. عندنا اجمالا اكثر من نوع من الترخيص، مش مقامنا نفوت فيهم، بس في عندنا نظام معروف كثير بالناس اللي بيشتغلوا بالاتصالات اسمه النظام المتكامل في الترخيص. هذا بيميز بين المرخصين، بيقول في مرخصين بيستخدموا مورد نادر، ترددات، ارقام، حق استخدام الطريق، بعطيه نوع معين من الرخصه، بحط عليه متطلبات معينه، لازم يكون قد حاله، كتاف عراض، هافي مصلز، يقدر يعمل هذا الشيء، مش اي واحد بنعطيه هاي الرخصه. وفي ناس بيقدم خدماته على شبكات already exist، شبكات موجودة ممددة، ترددات موجودة، أرقام موجودة، ممكن يقدم خدمات عليها. هذا بنعطيه نوع ثاني من الترخيص بيكون أقل شوية، هذاك بنسميه مرخص فردي لأنه منفرد في استخدام الموارد النادرة اللي له. والثاني بنسميه إحنا class license، قاعد بحاول وأنا بحكي معك أتذكر اسمها في العربي مو ظابطة، فئوي. أيوة ترخيص فئوي بيقدم خدماته على الرخص الموجودة. طبعا رخصة الخدمات هاي ما بتشمل اشي ثاني مهم كثير اللي هو رخص الترددات. الترددات برضو كمان لها ترخيصها بس بطريقة مختلفة. الجي اس ام اللي بيقدم خدمات الجي اس ام او بيقدم خدمات 2G 3G و4G و5G اللي كان يحكوا عنها الشباب، برضو كمان له رخصة عشان يستخدم هذا الطيف المحدود النادر اللي ثمنه عالي بيستخدموا. وفي ناس بيستخدموها زي البوش تو توك اللي احنا بنحكي فيهم، وفي هاي اي ار ولا ار اف اللي معي ار اف. ديروا بالكم مره احنا هاي الاتصالات حضرنا مؤتمر، عزمونا ناس على اوتيل كانوا يستعملوا اجهزه زي هيك، بس خلصنا ودينا شباب التفتيش شوف خاش خالفوهم لانه لقيناهم بيشتغلوا على 700 و700 مو موجود عندنا. وديروا بالكم بس هاي خبوهم بس نخلص. زي هاي مثلا، هاي ما بصير، هاي الجهاز اللي مثل هذا ار اف باخذ موافقه نوعيه قبل ما يفوت على البلد حتى نتاكد انه واحد متطابق مع تردداتنا، اثنين متطابق مع الصحه والسلامه العامه، لانه اي شيء فيه بث فيه حقول كهرومغناطيسيه، فيه مجالات، هذا مع التعرض له في له حدود. الحدود احنا دائما بنعتبرها الباور اللي بنبث عليها والمسافه الامنه عنه. فكل شيء بهذا الامور منظمه من حيث الجهاز اللي بيدخل واللي بيقدم الخدمه واللي بيشغل الجهاز. فهذا اجمالا عن الترخيص. حكينا بالبدايه عن التفتيش، حكينا عن المراقبه، حكينا في عندنا جانب اقتصادي مهم كمان في الهيئه. يعني لما نقول بدنا ننزل الجيل الخامس ما بننزله هيك قرار فردي ومنشو او قرار مثلا يفرض او لا، في دراسات اقتصاديه، في ناس بتشوف السوق شو بيسمح، تعمل بيسموه ماركت اناليسيس، بيدرسوا السوق، بيدرسوا الاحتياجات، وبيدرسوا القدرات اللي موجوده بالسوق والامكانيات، وبشوفوا امتى الوقت المناسب انه ينزل التكنولوجيا الجديده. برضو كمان في عنا الخدمات البريديه، ما بعرف اذا مهندس سالم ما غطاها، احنا كمان بننظم الخدمات البريديه، يعني كل الطرود اللي بتيجي على الاردن هاي واللي بتوزع والدليفري والشركات هاي كلها بتاخذ رخص من عنا. في عنا وحده كامله بتنظم هاي الامور. وفي برضو كمان في المستقبل القريب الهيئه راح تدخل في مجالات اكثر، في مكافحه امور غسيل اموال، وفي يعني في شغلات معينه بعد ما اثبتت الهيئه موجوديه في الرقابه وفي التفتيش وفي التنظيم، برضو كمان راح يدخل عليها شغلات جديده. النقطه اللي بحكي لكم اياها، انا افتخر انني اردني، وافتخر انني فلاح، وافتخر انني مهندس اتصالات. ولو لم اكن مهندسا اتصالاتيا لوددت ان اكون. ان افضل تخصص الان وافضل تخصص له مستقبل اللي هو هندسه الاتصالات. فانا متعصب لهذه، مش بقول لك بصير تعصب، بس انا متعصب لهذه العائله اللي هي عائله هندسه الاتصالات. كيف بدي اوفر بين المشكله عدم التشغيل وال 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 الى اخره؟ في مصطلح حكوا فيه زملائنا
كلهم اللي هو ايش؟ الرياده. هي اسلوب يوفر اطار لكيفيه تحويل الفكره الى عمل، الى عمل تجاري. يعني على التسويق. أبنائي زملائي، أنا كأكاديمي أي فكرة لازم تأخذها بالمعرفة، المعرفة يفترض أنك تأخذها بالجامعة. في عندي هاردوير وفي عندي سوفتوير، إحنا بنعطيك السوفتوير، الهاردوير وين بدك تأخذه؟ من السوق. الهاردوير وين بدك تأخذه؟ بدك تاخذه من السوق مشان تتعلم. انا جاي اعترف امامكم انه احنا كجامعات، بغض النظر مين السبب، احنا كجامعات نعطيكم الماده النظريه وجزء بسيط من الماده العمليه. ولكن في قطاع الاتصالات بصراحه المنافسه ليست يسيره وليست سهله، لذلك ارجوكم قاعدة العلاقات، أنا هاي النقطة الوحيدة اللي حبيت أنا أحكيها في هذا السيمينار. تعرفوا على الشركات، تعرفوا على المهندسين. اليوم يعني إذا اليوم هي تنظيم قطاع الاتصالات هي منظمة الحكومة، ما بتقدر تأمن وظائف كثيرة لكل هاي الناس. قطاع الخاص هو الأكثر. إحنا 40 شركة مقاولات بالأردن بين التليكوم والفايبر وإلى آخره، وإحنا بسمونا الليفل الأول. يعني أنت أول ما تتخرج إحنا مستقطبك، إحنا أسهل ناس نوظفك عندنا في البداية. الشركات الأوبريتر أو الفيندور زي هواوي أو شركات الاتصالات الثانية ما رح تطلع مهندس إلا بخبرة 3 سنين وإطلع، هو ما بده فريش جراجويت، هو بده حدا جاهز. لهذا إحنا الكونتراكتر السب كونتراكتر الحلقة الأولى في قطاع الاتصالات، وهي اللي بتضم عدد أكبر من الموظفين والناس حديثي التخرج. ما حطول عليكم، شكرا لكم، وإذا حدا عنده استفسار أنا جاهز. أنا حقيقة رافقتهم في زيارة ميدانية مع طلاب عندنا من الجامعة، وحقيقة يعني أعتقد إنه الطالب إذا فعلا بيأخذ الكورس بالجامعة، كورس المايكروويف، وبيروح على لاب المايكروويف برضو بيعمل شوية إكسبرمنتس هناك، وبيطلع وبيروح على التاورز وبيشوف الأمور from A to Z، أعتقد إنه راح تكون الستوري كاملة عند الطالب، بحيث انه لو راح على انترفيو اتليست انه ياخذ ويعطي. كثير من الناس بالانترفيو تعمل معه انترفيو بتساله سؤال بفكر انه انا هي يس اور نو. احيانا الشخص الانترفيور بده يشوف انت الكوميونيكيشن سكيلز عندك. يعني انا احيانا مثلا انا بشركه وبدي مثلا هذا المهندس بده يتعامل، بده يروح على هيئه تنظيم قطاع الاتصالات. وبالمناسبه هيئه تنظيم قطاع الاتصالات يعني حقيقه يعني تلعب دور الان كبير جدا في تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن. كثير من الناس، أنا من الناس مثلا حورت ناس بيجي بيقول بدهم يعملوا برج فوق البيت تبعي، قال هذا يعني بيعمل لي مشكلة، بيحكوا بيعمل كانسر. بقول له أنا يعني لا يفتوى مالك في المدينة، أي واحد ما بيقدر يحكي لك، بتروح على الهيئة هم بيحكوا لك هذا بضر ولا ما بضر فيك. الآن من المواضيع المهمة اللي هي موضوع التدريب، المتطلبات في الستادي بلان في الجامعة عادة في عنا 3 ساعات لتدريب الطالب، عادة الطالب بأخذهم في فصل السمر. 70% من الطلاب بيروحوا بدهم يدربوا مع مهندس، المهندس طبعا يعني ما بيكون فاضي أحيانا، أو مثلا لما بدهم يدربوا يعملوا عملية التدريب للطالب بيكون مثلا بجوز الشخص اللي بده يطلع معه اليوم عنده شغلة بده يروح يعملها، بيقول خليك بأخذك معي بكرة، فبصير فيها احيانا مشكله، وعمليه الاستفاده حقيقه الاوتكمز ما بتكون يعني زي ما بدنا. فدائما نطلب من الطالب انه انت عندك اللي هو واتس كولد اللي هي السوفت سكيلز والهارد سكيلز. ذا باست كان في عندنا واتس كولد اللي هو سيج اون ذا ستيج، بيجي المدرس بلقم فيك بدك تحفظ تيجي تعمل امتحان. ناو ديز هذا الحكي نو لونجر. كورونا الان قلبت المعايير، اول ما بلشت كورونا خلص راح تخرب الدنيا، راح تسكر. كورونا خلقت فرص وناس طلع من تحت الزيرو صار مليونير من وراء الكورونا. بدك تكون سمارت انف حتى تقتنص انت الفرص وتو ادابت.
وأنا يعني نصيحتي للطلاب جميعاً أنه دائماً وأبداً كونوا متفائلين زي ما حكى الدكتور عصام، كونوا فخورين بأنكم مهندسين الاتصالات. الاتصالات في يوم من الأيام كانت من أعلى معدلات القبول في الجامعات الأردنية يعني، ولكن هي سايكل كل 5 سنوات معروفة هذه في السوق، رح يجي يوم، ولكن حاول تكون أنت يعني دائماً شورت ليست، اتعب على حالك بحيث أنه أنت دائماً لما تروح على انترفيو ما تروح أنا والله في واسطة وراي، واسطتك نفسك الآن. إذا الشخص حتى لو بدك تقابل إيش مكان وشافك أنت كويس ومؤهل راح في النهاية يختارك أنت للعمل معه إيش ما كنت. بتمنى التوفيق للجميع، ومرة ثانية بكرر شكري أنا My Communications على الإيفنت الرائع حقيقة، ومجرد وجودكم طلاب من جامعات مختلفة وإنكم تجتمعوا مع بعض واللي تعرفتوا، أنا أعتقد أن بجوز كثير منكم ناس ما كان بسمع في هاي تنظيم قطاع الاتصالات وسيلة للشركات اللي كانت معكم اليوم، برضو هاي برضو فرصة كويسة ممكن أن تحقق لكم فرصة أنتوا أنه للمستقبل أنه تعرفوا أنتوا. شكرا كثير لكم. الجزء الثاني من إدارة الطيف التردد اللي هو الترخيص. الترخيص احنا بنستخدم الاوتوميتد سيستم، في عندنا الاي اس اي اس ام اس اوتوميتد سبيكتروم مانجمنت سيستم، هذا كله اوتوميتد. يو كان ابلاي اونلاين، بيتم دراسة الريكويرمنتس تبعونك. الريكويرمنتس هذه بيتم دراستها من قبل الترخيص في جدول التعرفة اللي موجودة عندنا، اوتوماتيكلي بيطلع لك قديش فاتورتك انت بامكانك تدفع اونلاين. هذا جزء من الجزء الثالث من إدارة الطيف الترددي اللي هو الـ ASMS الـ Automated Spectrum Management System. طبعا هذا مسؤول عن كل الأوتوميشن الموجود في إدارة الطيف الترددي. في مدريات كور كثيرة، احنا لما نحكي انه بنعطي رخص رح يتطرق لها زميلنا المهندس بهاء كمان شوي. الرخص هاي في عليها فيز، احنا الفيز هذه بتطلع الرخص عم تحكي انت في scarce resources، الموارد النادرة، هاي ثروة وطنية يجب المحافظة عليها. الثروة الوطنية اللي هو right of ways، يمكن ما حد عارف شو right of way، حق الطريق. حق الطريق دور الهيئة فيه mediator، انه انت مع صاحب الارض نتفاهم معه ونبعث للدوائر الحكومية المختصة انه يسهلوا لك عملية بناء البرج اللي بدك اياه لتقديم الخدمة. في عندنا كمان بنفس الوقت اللي هو السبيكتروم. السبيكتروم سكيرس ريسورس، احنا قلنا من 3 هرتز ل 300 جيجا هرتز هذا ممكن انه ينفذ، في سيرفيسز كتير بتصير ممكن انه يخلص. اتس نيدز تو بي مانجد بروبرلي لانه هذا بيجيب دخل للوطن. والثيرد ثينج اللي هو النمبرنج بلان، زميلتنا هلا خربط كمان مسؤوله عن قسم النمبرينج اللي هو الأرقام كمان بتخلص، هاي ما في أرقام مهلا ليميتد يعني، ومقسمة عندنا حسب الخطة الوطنية للترقيم إلى آخره. عندنا حماية مصالح المستفيدين استنادا النص المادة 6 دال من قانون الاتصالات. هيئة دور الهيئة يعني بقول لك أنه توفير خدمات الاتصالات لجميع شرائح المجتمع بأسعار معقولة، وبنفس الوقت إيش حمايتها for any breach، أي شركة هناك أنه ما بتقدم لك الخدمة حسب ما أنت بتستحق بموجب عقود اشتراك، إحنا من واجبنا نحط البنالتي عليها وأنه نجازي الشركة هاي according to the telecommunication law. في عنا عقود الاشتراك، أي خدمة بتتقدم لازم يكون في عقد اشتراك ما بين السبسكرايبر اللي هو المواطن وما بين الشركة نفسها، بتم دراستها من قبل المختصين في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وبطلع العقد هذا، وإحنا منراقب أنه العقود فعلا الموافق عليها هي التي تستخدم. بترك المجال لزميلي. طبعا في عنا برنامج تدريبي إحنا في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات اللي هو نقلل الفجوة ما بين الثيوري اللي أنتم تدرسوها في الجامعات ما بين شغل الريجولاتوري اللي هو التنظيمي، ومن البروبوزل كان أطلق في 2020 ودربوا عنا بعض من خريجي الجامعات الأردنية، وإحنا كمان أهلا وسهلا فيك، وعنا في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إحنا كمان نقوم بواجبنا تجاهكم ولكم منا كل الدعم. يعطيكم العافية. الآن فعليا سؤالي كالآتي، لو أنا جبت لك 2600 4G، أوكي فعليا في 2600 4G FDD أو TDD، وجبت لك 2600 5G
وشغلتهم الاثنين على 100 ميجا. مين بدي اياكم تقولوا لي اول شيء مين حيروح مثلا، يعني مين حيغطي منطقه اكبر على نفس التردد على نفس الباندويث؟ اوكي. والنقطه الثانيه الريسورس او الاليمنت هون وهون، يعني كثروبوت كداتا هون وهون. تمام، يلا مين بيقدر يجاوب؟ تفضل اعطوني المايك. اول واحد رفع ايده. 2600 FDD 4G 2600 5G TDD. أكبر ولا أصغر؟ أكبر. حلو، ممتاز. يعني تغطية الفورجي أوسع من تغطية الفايفجي. شو السبب؟ كل ما زاد التردد لا التردد ثابت. التردد ما له دخل. تردد الاثنين 26 26. لا ها ها. طيب يلا يلا اوكي طلع سنه خامسه، معلش انا طلع سنه خامسه. يلا اوكي نعطي هون يا شباب، شرحتها في السايت، شرحت لكم الفرق بين 2G وال 3G وال 4G. هلا بس اذا اتاكد من شغله، كيف التردد نفسه صح؟ يس 26 26. اللي بفرق ايش؟ طيب سؤالي انا بدي ارجع لك سؤال على في السايت، لو جبت لك 3G و 4G بتسيبيني على 5G، يمكن 5G ما ركزتوش فيه. 3G 4G الاثنين 5 ميجا والاثنين شغالين على ال 2100، لانه 2100 بيقبل 4G بيقبل 3G. تمام، 5 ميجا 5 ميجا 2100 3G 4G، مين فيهم بيروح مسافه ابعد؟ ايه بدي اي حدا بيعرف، بلاش سنه خامسه، شكله سنه خامسه ما كانواش مركزين معي. ركزي شرحت لكم اياها. ها يلا نشوف الشباب الحلوين ورا. اعطي المايك، حدا ياخذ المايك. شايفين يا شباب، والله اقسم بالله شرحتها كلير اللي في السايت، اللي كان مركز حيعرف يجاوب الان، وانا حكيت لكم في السايت وهي الفيديو كان شاهد صح؟ قلت لكم حسأل أسئلة وحاعطي جوائز، بس ركزوا شوية. أعطي المايك يا ها يلا تفضل. 3G 4G 5 ميجا 5 ميجا 2100. تمام، مين بيروح أبعد؟ 3G. ممتاز، ليش؟ لأنه حكينا السيجنال بتكون حامل داتا وفويس. أوكي ماينس 10 دي بي صح؟ طيب ليش الـ4G؟ طب الـ4G طب ليش ما الفورجي تروح بعد؟ فما بتنزل. لا في هيك كلمه. اوكي ها ليش الفورجي خلاص. فيش عنده خبره عملي، فيش عنده خبره عملي. خبرتهم الثيوريتيكال، المهندسين الاردنيين مميزين ثيوريتيكالي مميزين، بعضهم اتدرب قبل ما يتخرج، اتدرب بشركات الاتصالات. فشركات الاتصالات بتقول لك انا ما بدي ادفع على المهندس او ادفع رواتب للمهندس يستهلك مني 3 أشهر أو 6 أشهر لحد ما يكون براكتيكالي بشكل جيد مؤهل. ولكن احنا ان شاء الله في ماي كوميونيكيشن بنقدم العديد من الدورات، قدمنا دورات في مجال الوايرلس، مجال الاوبتيكال، مجال الميكروويف، مجال الاي بي اس اندور بيلدينج سوليوشن، قدمناها مع اكثر من شركه من هون، مع اكثر من شركه مقاولات، دربنا مجال الوايرلس. فان شاء الله احنا قاعدين بنقدم خدمه ومستعدين نتعاون لاقصى الحدود بالنسبه للمهندسين الاردنيين لطلاب الهندسه. معنا فرص تدريب بشكل جيد بسبب علاقاتنا مع اخواننا بشركات التدريب، في لنا شريك استراتيجي بالاردن هي شركه كوماتيك، وقلنا شركاء من شركه وسيله ومن شركه سمارت سيرفيسز، شركات سب كونتراكترز مختصين ماخذين بأمانة. هذول الثلاث شركات هم ماخذين الحصة الكبرى في الأردن من مشاريع الفندرز الموجودة اللي هم الفندرز الثلاث. قبل لما فتنا على الجامعات أنا زرت كل الجامعات الأردنية، زرت جميع أقسام هندسة الاتصالات في الجامعة الأردنية. كنا نواجه كمان إنه الشباب ما بيعرفوا مين الفندرز، أنواع الفندرز اللي عندنا، مين الأوبريترز، شو الفرق بين الفندر بين الأوبريتر وبين السب كونتراكتر. ان شاء الله حاولنا نقدم معلومات جيده وفدناهم، واحنا تحت امر الجميع. المهندسين اللي بده يتدرب
ماي كوميونيكيشن بتدرب بالشركات الشريكه معنا، الثلاث شركات الشريكه معنا، الان الشركه الاستراتيجي كوماتيك وبقيه الشركات وسيله وسمارت سيلز وسيله. اليوم بدهم يعلنوا عن مجموعه من الوظائف، بيعلنوا عن مجموعه من فرص التدريب. نشكرهم، نشكر المهندس اشرف لكم، يعطيكم العافيه، شكرا لكم. السلام عليكم. مرحبا، بعد نجاحنا الباهر في مؤتمر My Communication for Telecommunication Conference MCTC واللي كان السبب الرئيسي في نجاحه معرفتنا بسوق العمل وقدرتنا على نقل الخبرات العلمية والعملية المتراكمة على مدى السنين لمهندسين الاتصالات، بحب أشكر كل من حضر ودعم المؤتمر من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إلى نقابة مهندسين إربد وأكيد رؤساء الجامعات والدكاترة، وما بقدر أنسى الشركاء المقاولين اللي وفروا فرص وظيفية لطلاب My Communication. انتظرونا في المؤتمرات القادمة المحلية والدولية واللي منها حنقدر نأهل مهندسين الاتصالات للالتحاق بسوق العمل. Together we can make it. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.